فضيلة الشيخ ثابت الله، يوجد بعض الناس يقصون جلدة جبهة الذئب ويحضرونها عند الذي أصابه مس، ثم يخرج هذا الجني بقولهم، وبعض الناس يضع هذه الجلدة في البيت حرز الجن حتى لا يدخل بيته، فما حكم الحكم في المسألتين كلها؟ الحكم في المسألتين أن هذا لا أصل له ولا صحة له، ولو كان هذا كذلك لكان في الذئاب في أغلى الأثمان، هذا لا صحة له. يكون شرك هذا الثمن. أي نعم، يكون هذا من جنس لبس الحلقة ونحوها لدة البلاء أو رفع أو هام، لا صحة له. وإذا ثبت يعني بالتجربة؟ ما يثبت أبدا، أو هام تقول لك ذيب وحط حولها هل جن واحد عندنا في حائل عنده ذيب موجود عنده ذيب؟ أنا أعرف إنسان من كان يقرأ على المصابين بالمس وأخذ له جرم ذئب وأتعبه، ما أحد ذئب هذا ما أكل إلا أطيب اللحم، وصار يشيلها اللحم دائما ولكن ما لا فائدة، الجن يرقص على شاف الذيب. نعم.